يعني لما يأتي هذا الموقف الآن الذي بين أيدينا والجين يتدارس الأسرة هذه الآيات فيما بينها، ونريد أن نعطي نموذجا وهنا أهمية القدوة، نعطي نموذجا واضح لأبنائنا، فحنا نحن نعطيهم. ده قال إيش؟ إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ واذكر في الكتاب قال إيش؟ إبراهيم. هنا ترميز من؟ ترميز من القدوة يا شيخ؟ نحن نحتاج إلى ترميز القدوات الذين ماذا؟ نستطيع من خلالهم أن نستلهم المواقف السليمة في جانب إيش؟ الجانب التربوي. جميل. واضح جميل. كيف؟ جميل. فهذه القضية مهمة جدا، أنا أريد أن أكون مثل إبراهيم في طريقة نصحي لمن؟ لأبيه. لأبيه. هل 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 كان النصح ممكنا من إبراهيم لأبيه؟ ممكن. إذا ممكن يكون أنا مني نصح لمن؟ لأبي. لأبي، لكن أكون مثل طريقة من؟ إبراهيم. مثل طريقة إبراهيم. جميل. وهذا جميل. هو جانب الترميز المتعلق بإيش؟ بجانب القدوة.